مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكراً للايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن تنظيف الصدمات لهذا الشهر أو الصدمات، ونيتنا لهذا الشهر هي تنظيف الصدمات. وعندنا خلفية الجوال يا جماعة عشان تتذكرون نيتكم. بليز اللي ما حط النية معانا يحط النية، واللي واحد خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم خلال 3 أيام قادمة راح نتكلم وندردش عن الفيلم. بليز حان الوقت انك تشوف الفيلم، حان الوقت انك تشوف الفيلم. وعندنا نظام الصدمة على سوية 369.net، عندنا نظام الصدمة، وعندنا أبنوس برنامج التحرر من الصدمات، وعندنا برضو دورات التنظيف اللي هي سول ديتوكس والوعي الطفولي والموسيقى التحولية والتنفس. طيب اليوم نبغى نتكلم عن الصدمات العاطفية عند الرجل. يعني من الصعب انك انت تتكلم عن موضوع عاطفي مع او عند الرجال، لكني احاول، لانه دائما يقولون لي انت بس تتكلمي للمراه وكذا، فهذا جزء من الشيء اللي انا احاول اساعد فيه الرجال، وان شاء الله انهم يستفيدون، وبعدين بناخذ اسئله عن الموضوع. لما اتكلم عن الصدمات العاطفيه فانا اتكلم عن اي صدمه يكون المقصود فيها الجسد المشاعري، وبالتالي تكون اختباراتها مرتبطه بشعور، سواء كان هذا الشعور هو شعور العار، شعور الخوف، شعور الغضب، شعور اليأس، شعور الحزن، أي شعور ينضرب في الجسد المشاعري. في دراسة أقيمت للمقارنة ما بين الصدمات العاطفية عند الرجل والصدمات العاطفية عند المرأة، وخرجت الدراسة بنتيجة تقول إنه الرجال هم أكثر تضرراً في الصدمات العاطفية من المرأة. وطبعاً المرأة ما تقبل، تقول لا أنا أكثر، أنا مكسر قلبي أكثر، أنا حزينة أكثر، أنا خايفة أكثر، مو صحيح. فأيضا الدراسة تقول إنه وقت الصدمة أو وقت الأزمة المرأة تكون الصدمة عليها أكبر. لحظة وقوع الحدث، لحظة الألم المشاعري، الصدمة تكون أكثر على المرأة. لكن لما نعدي الأيام طيب نكتشف إنه المرأة عندها زي ما نقول روتين أو طريقة أو أسلوب، بحيث إنها مع الوقت تخفف عنها الصدمة أو الأزمة اللي هي مرت فيها، بخلاف الرجل اللي قد يكون وقت الصدمة يبدو إنه يعني جامد وإنه متحمل وإنه واقف وإنه كذا، لكن بمرور الوقت نكتشف إنه هو استك، هو عالق، هو كثير متورط. وطبعا تذكرون احنا لما تكلمنا في ذاك الشهر، لما تكلمنا عن الأنوثة والذكورة وكان عندنا مقارنات، تكلمنا قد ايش انه طاقة الأنوثة تخلي المرأة اذا عندها هذه الطاقة بشكل جيد تخلي المرأة متغيرة، تخلي المرأة تتغير، تخلي المرأة عادي انها تدفع فلوس وتحضر كورس، بس الرجل يمكن يحس بالفشل انه يحضر كورس ويتغير. مرة عشان يعني الموضوع هذا خارج اطار طاقته، فيحتاج انه يتعلم من المهارة هذه اللي عند المرأة، انها عندها القدرة انها تتغير، لان هذا في مصلحتها. حتى وان كان ما عندها الوعي الكافي، يمكن ما تحضر كورس، يمكن ما تدفع فلوس، يمكن، بس
عندها الوعي انها تسمع صديقتها كيف تغيرت، انها تخطط كيف تغير الرجال. شوف الرجل ما يخطط كيف يغير المرأة، لان فكرة التغيير بالنسبة له مو كثير دارجة مع طاقة الذكورة. فالمرأة عندها كذا إيمان إنه الأشياء تتغير، ونقدر نتغير، ونقدر نغيرهم، ومرات هذا يورطها في مشاكل، يورطها إنها تحط توقعات كبيرة على زير نساء، تحط توقعات كبيرة على شخص رديء، وتتزوج على أساس إنها يعني بتضبطه وبترتبه وكذا، وتكتشف إنه لا يتضبط ولا يترتب ولا يتغير، يعني مع الوقت. فهذا يدخلها أيضاً في مشاكل، لكن كون إنه هذه المهارة موجودة عند المرأة، أو هذه المادة، هذه الطاقة، طاقة التغيير، يخليها صحيح تطيح وقت الصدمة العاطفية، صحيح تنكسر، صحيح تتعب، صحيح تمرض، صحيح تنهار، لكنها تبدأ تفكر كيف أتغير، تبدأ تفكر عشان عيالي أبغى أقوم، أبغى أوقف، عشان ذاتي، عشان نفسي، المرأة قوية، يعني تشوف لها أي شيء تتعلق فيه، حتى لو كان تفكيرها سطحي. راح تلقى لها شيء على مستوى تفكيرها يدعوها للتغيير، بخلاف الرجل اللي لما يشوف دعوة التغيير يحس انها تهديد. الرجل يشعر انه اي شيء يدعوه للتغيير هو كأنه تهديد، مع ان ما في شيء يهددك كرجل اذا تغيرت، لكن لان طبيعة طاقة الذكورة مش متسقة مع فكرة التغيير. هي طاقة الذكورة انه هو يمسك الشيء ويستمر عليه ويضغط عليه ويستمر. لذلك الرجل يستمر في علاقة رديئة، الرجل يستمر في زواج فاشل، الرجل يستمر في مع صداقات مع شلة فاسدة خربانة من ايام متوسطة، لكن المرأة تغير. فهذا اللي يخليه بعد ما يمر مثلا مرحلة طلاق، بعد ما يمر بصدمة عاطفية، مات أبوه، ماتت أمه، مات شخص عزيز، إنه يظل يعني يجمع كل هالصناديق السوداء ويحطها، يصفصفها في الجسد المشاعر. عنده مجموعة من الصناديق السوداء. لو واحد قال له طب روح للطبيب النفسي، يعني يمكن ساعته يقول لا وينك، إن جلدنا وما ضربنا، مثل هالأشياء هاي. يعني جلدنا وما ضربنا في الغالب رجل بيقولها، صعب امرأة تقول هالشيء، لأن المرأة يعني تعترف بالأثر المشاعري والنفسي. فيصفصف، يقوم يصفصف هالصناديق السوداء جواته، ويصير يعني كتلة من العقد والمشاكل والألم، وبالتالي هو يعلق فيها، يعلق، لأن طاقة الذكورة ما تتماشى مع التغيير. فخلاص يعني كأنه في أحد أخذ ورمى في 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 حفرة عميقة سوداء، هو أقر خلاص، قال خلاص هذا هو الواقع، أنا في حفرة عميقة سوداء، هذا هو الواقع، ما في فكرة شلون أطلع، شلون أتغير، في طبيب نفسي، في لايف كوتش، في دورة، خلني أحضر إنستغرام، خلني أحط النية بس أحط نية إني أتغير. لا بهبيل هذول، لا وين رايحين؟ ليه؟ لأنه هو طاقته تعلم طول الوقت كيف يعلق، كيف يستمر، طاقة الاستمرارية، طاقة إنه يبقى في الشيء. وطبعاً في الصورة الكبيرة هي تتسق مع طاقة المرأة وتكمل بعضها، لأنه المرأة هي اللي تسوي التغيير بعدين هو اللي يثبت، تسوي التغيير بعدين هو اللي يثبت. وهذا اللي يجعل مرات المأساة الناتجة عن الصدمة من الرجال مفاجئة. يعني ممكن تلقى رجل ينتحر بعد قصة طلاق، أو تلقى مثلا يستقيل من عمله، أو يهرب من البلد اللي هو فيه، أو يتخذ قرار كثير مفاجئ وصادم للمجتمع اللي حوله، والناس يقولون والله ما بين عليه، كنا متوقعين أنه متماسك، أو يمرض فجأة مرض خطير ويطيح، يقول معقولة عشان بعد ما طلق، معقولة عشان بعد وفاة أمه، معقولة عشان بعد ما صار كذا، والله كان يعني واقف شديد، وكان مبين أنه هو يعني بالع الصدمة ومشي الموضوع. لا هو كذا مصفصفهم الصناديق السوداء، تجي لحظة خلاص يصير ما عاد في جسد مشاعري يقدر يشيل الموضوع. ذلك تصير انه مرات فجأة تلقين الرجل انهار في المستشفى عنده مرض، او انهار نفسيا، او انهار
في الدوام أو ترك شغلة أو أقدم على سلوك كثير مفاجئ وغريب. وهذا اللي يخلي الصدمات العاطفية خطرة على الدرجة، يخليها خطرة خطرة، لأنه لا هو يسمح للمرأة أنها تساعده. يعني صعب، يعني من أصعب الأشياء على الرجل أنه يقول للمرأة تفضلي والله ساعديني، لأنها هي أشطر منك في التغيير، لأنها هي تعرف تتغير، تعرف تغير، لأنها هي اللي تغير أصلا كل الأجواء. لو أنت تلاحظ، أنت تتزوجها امرأة بعدين فجأة يصير عندك أسرة، بعد فجأة يصير في أحفاد، هي الأساس بكل هذا التغيير، بصناعة كل هذه الأشياء. فصعب إنه هو يعطي للحمل المرأة ويقول ساعديني إنت أوكي راح أسمع، صح أنت أشطر مني فأنا ساعديني مي خالف، ساعديني إني أطلع من هالحفرة السوداء، ساعديني إني أفكفك هالصناديق السوداء اللي عندي، أقبل إنه أنت تساعديني، أنت أشطر مني بس أنا أشطر كذا وكذا وكذا، إنت أوكي إحنا نكمل بعضنا. هو لا يسمح إنه المرأة تساعده، وهو أيضا لا يقدر أن يساعد نفسه، يعني هو ما عنده الأدوات جواته، فبالتالي ما يقدر. ما عنده المرأة كذا يعني تغوص وتطلع لها أداة أيا كانت، حتى أداة خربانة، هو ما عنده الأداة جواته، ما عنده، ولا يطلب المساعدة. لذلك الصدمة العاطفية عند الرجل خطرة، وممكن تخليه يعني يتورط بانهيارات في المستوى الجسد المادي، انهيار، خسارات وإفلاس، انتحارات، أمراض خطيرة، ممكن نسوي أشياء جنونية ما حد كان يتوقعها. طيب أنا اليوم أقول لكل رجل، ممكن تكون ما اقتنعت فيني، أوكي It's okay. أنا أبغاك بس اليوم تقتنع إنه في طريقة للتغيير أنت ما تعرفها ولا تملكها، لذلك اسمح للتغيير إنه يدخل. قد ما أكون أنا الشخص الصحيح، يمكن تحتاج تبحث لك عن الشخص المناسب، يمكن تحتاج تبحث في اليوتيوب تلقى فيديو جيد، يمكن تحتاج تبحث عن رجل يستطيع أن يكلمك بطريقتك، يمكن تحتاج تبحث عن امرأة أخرى، يمكن تحتاج تبحث تقرأ في كتاب. بس أبغاك اليوم تقول نفسك أنا أحط نية التنظيف، وأسمح إنه إذا في شيء في الخارج راح يغيرني، راح يخفف هذا الحمل عني، راح يساعدني أنا أتطور، راح ينظف كل هالصناديق السوداء اللي أنا متورط فيها، أسمح لأنه يجي، أسمح لأنه يدخل. إذا في أداة أنا ماني منتبه لها، ماني شايفها، إذا في ناس أنا أعتقد إنهم نصابين وكذابين ما عندهم سالفة، إذا في أداة تشتغل أنا أسمح لهذا الشيء فقط إذا كان يشتغل، إنه يدخل، إنه يكون ضمن طاقتي، أسمح لأنه يدخل. بس أبغاك تفتح قلبك للتغيير، للتنظيف، تسمح وتعترف إنه في أحد برا عنده القدرة أو الأداة للتغيير أنت ما تعرفها، أنت ما تعرفها. وأنا دائما أؤمن لأي شخص، حتى أقولها لنفسي دائما، إذا أنا تورطت في مشكلة معناها أنا ما أملك الحل، لو كنت أملك الحل ما تورطت، لذلك أنا دائما عندي لايف كوتش، لو كنت أملك الحل ما ورطت نفسي في هذه المشكلة، وبالتالي مرات أحتاج أحد عنده زاوية رؤية غيري، عنده نظرة أخرى، مرات أحتاج رجل عنده طاقة الذكورة، مرات أحتاج امرأة عندها طاقة الأنوثة، مرات أحتاج شخص من زاوية أخرى تمام، مجتمع آخر يشوف الموضوع من زاوية أخرى عشان يشوف شيء أنا ما قدرت أشوفه. فقط اسمح للتغيير أن يحضر. سمر تقول من 7 سنوات كان في رجل متعلق فيني، أنا ولا مرة أعطيته فرصة، كنت أريد رجل غني. أوكي. هو تزوج وأنا الآن لم يدخل حياتي أي شخص، هل هي كارما مصدوم؟ على ما يبدو أنه أنت عندك شعور الذنب شغال والزر مضغوط، فنظفي هذا الموضوع. ومدام أنت تقولين أنه أنا ما أعطيت وعود
ولا عطيت فرصة ولا موهت على أحد، أوكي؟ ما موهت على أحد، ما قلت له والله أشوف والله يمكن والله، لا من الأول أنت كنتي واضحة، فبالتالي ما أعتقد إن أنت يعني تتورطين بهذا، خصوصاً إذا كنتي واضحة من البداية. لكن اشتغلي على التأنيب. ميرا تقول أنا تعرضت للتحرش من ابن عمتي ثم والدي، أشعر بفقدان الأمان وما أقدر أحط عيوني بعيونه، أبوي كيف قدر يأذيني؟ حبيبتي بسم الله عليك، بسم الله عليك. الشيء اللي مريت فيه مو هين ولا هو سهل، واللي تشعرين فيه هو شعور العار، إنه أنت متفشلة، أنت متفشلة من جسدك، متفشلة من نفسك، متفشلة من التجربة اللي صارت، متفشلة من القصة، متفشلة من أنوثتك، متفشلة من المجتمع لو عرف عن الموضوع، كثير في شيء، فبالتالي ومتفشلة منهم إنه هم يعني خلوك بهالصغر وبهالحجم ولعبوا إعداداتك. طبعاً ما المفروض إنك أنت تشعرين بالعار وتتفشلين، لكن ما هو زر يعني أعرف الموضوع ما هو سهل، يعني ما المفروض إنه في شخص تعرض لتحرش أو اتصاب إنه يشعر بالخجل من نفسه أو يشعر بالخجل من القصة اللي مر فيها، أوكي؟ هم اللي المفروض يشعرون بالخجل والعار من الشيء اللي سووه. ذلك ما المفروض إنه أنت اللي تكونين مكسورة إنك أنت مو قادرة تشوفين يعني خجلانة من اللي صار، المفروض هم اللي تنكسر عيونهم يشعرون بالخجل من اللي صار. لكن لأنه ما زالت هم طاقتهم أقوى وأنت طاقتك أضعف، فما زلت تعيشين هذا الدور اللي هو دور الضحية. الحدث اللي صار ما هو هين ولا هو سهل، لكن من الممكن إنه يكون وضعك أحسن، من الممكن إنك تقررين إنك تتغيرين، من الممكن إنك تنظفين هذه الأحداث، من الممكن إنك أنت تنتقلين من مرحلة إلى أخرى، خصوصا إذا كنت على ما يبدو تعيشين مع أبوك يكون التحدي برضو أكبر، إنه أنت يعني يمكن حتى ما تشعرين إنك أنت في البيت بأمان، تشعرين إنه ممكن يصير أي شيء أو أي حدث ممكن تنعاد القصة من جديد. إذا كنت موجودة مع أبوك في نفس البيت، أنا أقترح إنه إذا في مجال إنه أنت تطلعين من البيت يكون أفضل. إذا في مثلاً إذا ما أعرف أنت في أي دولة، إذا الدولة تحمي الفتيات من آبائهم المتحرشين والمغتصبين، على الأقل هذا يعني يخليك تمسكين الطريق الأصح، تمسكين الطريق إنك تقدرين يعني تحسين بأمان، تقعدين في مكان تحسين بأمان، إنه كون إنه أنت الآن مع المجرم إحساس الأمان صعب، فإنك تجدين مكان آمن بعيد عن أبوك هذا راح يساعدك إنك أنت تستقرين. لا تفكرين إنه في زوج بيجيب الأمان ولا في حبيب يجيب الأمان، انتبهي تقعين في هذه الخدعة، انتبهي أنت اللي بتجيبين نفسك الأمان، أنت لا تروحين تشحتين عند أي رجال، لا مو هناك الأمان، مو هناك. إذا سويتي هذه القصة راح نستمر في نفس الدوامة، لأنه المجرمين يشمون الضحايا شم، يعرفونهم كذا من بعد، يشمون يعرفون أنه واو هذا نقدر عليه، هي على مستوى ترى الذبذبات بس على طول يعرفون الضحية. فمهم أنك توجدين نفسك مكان آمن قدر ما تستطيعين، يمكن تقدرين مثلا تروحين عند سيدة في العائلة، مثلا تكون خالتك، جدتك، عمتك، يمكن ما أعرف، المهم أنه مهم بالنسبة لنا أنك تكونين آمنة. الشيء الثاني أنك تبدأين تشتغلين، تبدأين تنظفين الفوضى اللي صارت. اللي أبغى أقول لك هي ابدأي بالموضوع العار، ابدأي بموضوع العار. وأنا أبغى أقول لك أنه أنت كونك اليوم طرحتي هذا السؤال بصوت عالي، هذا أنه أنت حركتي شيء كان كثير راكد عندك، كان كثير مؤذي، أنت وصلتي لمرحلة أخرى. ما يعني كلامي أنه أنت تمسكي ميكروفون تتكلمين عن قصتك المؤلمة، لا ما أقصد كذا،
بس أقصد إنها تكون مو مهم، ما تحتاج طاقة عشان تخبيها، ما تحتاج طاقة عشان تخبيها. أنا ما عندي مشكلة إنه أنت تعرضت للألم، تعرضت للتحرش، تعرضت للاغتصاب، بس ما المفروض القصص المؤلمة اللي مرينا فيها إن نشعر فيها بالعار، وإن نشعر إنه إحنا نحتاج طاقة كبيرة عشان نخبيها. كيف تبغى تطلع تطلع، ما تبغى تطلع لا تطلع، يعني شيء مو أنت فخورة فيه عشان تقعدين تقولينه، بس طلع طلع، ما طلع ما طلع. بس ما أبغى أشعر بالعار تجاه هذا الشيء، لازم يتنظف هذا الشعور. لذلك ابدأي بالعار، ابدأي إنك أنت تنظفين هذا الشعور إنه أنت متفشلة من هذه القصة. في اللحظة اللي تقدرين تحطين فيها عينك في عين أبوك أو عين هذا الرجل الثاني التعبان، اعرف إنك أنت انتقلتي لمرحلة إنك مستعدة إنك تواجهين هذه الصدمة. وممكن خليني أقول لك كلام، ممكن إنك أنت فقط إدراكك إنه هما بشكل لا واعي يرغبون بأنك تستمرين بالشعور بالعار عشان ما يطلع الموضوع السطح. طيب يرغبون بأنك أنت يعني تكونين صغيرة كذا متفشلة من نفسك ومن وضعك ومن أنوثتك ومن جسدك ومن كل تفاصيلك. هذا أريح لهم هما، أريح لهم هما عشان ما تجي واحدة كذا يعني واثقة من نفسها وممكن تتكلم وممكن تقول القصة اللي هم مخبينها والقصص اللي هم محببينها، ويمكن إذا تكلمتي تطلع ثانية وثالثة من العائلة متورطة مثلك. فهم بشكل لاواعي يعني يحبون إنه تستمر المرأة تشعر بالعار، ودورك هنا إنك تكسرين هذه السلسلة، إنك ما تسمحين لأي رجل إنه يشعرك بالعار عشان قصة رديئة مريت فيها. It's okay، مو أنا اللي سويتها، في أحد رديء سواها، هي القصة رديئة بس مريت فيها سوت، يعني لازم تفشل طول عمري؟ لا، أو عشان أنا أنثى لازم أتفشل، أو عشان جسدي أو أعضائي لازم أتفشل؟ لا، ما راح أتفشل. على فكرة ممكن في فلسفة كاملة تؤمن إنه أنت عار، إنه أنت فشلة، وممكن تجدين حولك رجال بشكل لا واعي ما راح يقولونها بصوت عالي يرسلون هذه الطاقة وتحسين فيها، تحسين فيها. مرات تدخلين مكان تحسين فيه مجموعة رجال يخلونك كذا انك صغيرة، تحسين انك كذا فخورة بنفسك ومرتاحة ومنسجمة مع نفسك، فجأة انت تدخلين مكان تحسين كأنه كان في حد قاعد يصغرك، كان في حد قاعد يعني كذا يسويك صغيرة. فعلى طول انتبهي لهذا الموضوع، على طول انتبهي انه في طاقة العار، يرسلون طاقة العار انه واو واو هذه المرأة عار، فشلة، شكلها، جسمها، مقدمتها، مؤخرتها، لونها، كل الافكار هذه كلها تنضرب كذا وبعدين تستسلمين. لا لا، ما تستسلمين لهذه الطاقة اللي مش واعية في بعض الأحيان، فما بالك إنه مرات يكون الشخص لا واعي لهذا الشيء. فأبغاك بس تكسرين هالدائرة هذه اللي مخليتهم هم مسوين كنترول على هذا الشعور عليك، كاسرين عينك عشان قصة هم مسوينها، سواد وجه هم مسوينها. ما المفروض إنه أنت تتفشلين، المفروض هم اللي يتفشلون، المفروض. بس هم ماسكين السلسلة، يعني مسوين هالضغط عليك عشان انت تستمرين يعني صغيرة ومكسورة. فهذا اللي انا ابغاه اول شيء، وهذا ادراك، وبعدين اشتغلي على تنظيف العار، وبعدين تكوني مستعدة انك انت تواجهين هاي الصدمة. خليهم هم على جنب، لا تفكرين كيف عاقبهم او كيف عموما، انت مش في مرحلة انك يعني انت كثير اقل منهم، مش في مرحلة تفكرين بالعقوبة لهم، بس أقصد لما تبدين تواجهين الصدمة راح تجيك حالة الغضب، راح تجيك حالة ليش أبوي، ليش سوى كذا، ليش، وممكن توصل حتى لأمك، لأنك تسألين ليش أمي ما حمتني من ابن عمتي، ليش أختي الكبيرة ما كانت موجودة وحمتني، ليش جدتي ما حمتني، يعني أنا كنت طفلة. فكثير أشياء راح تحضر، أسئلة راح تخلي فيه غضب يغلي. ذاك الوقت أقول لك خليهم على جنب، مو مهم،
هم مو مهمين في القصة، كان ممكن أي أحد يسوي هذا القصة. المهم إنك أنتي تركزين في الداخل، تنظفين المشاعر هذه، تواجهين الصدمة، تشيلين جروحك وتداوين جروحك، وبعدها لما تكونين قوية مكتملة ذاك الوقت أقول لك يكون عندك الخيارات واضحة كيف تتعاملين معهم، كيف تتصرفين معهم. ما ندري إيش تسوين معهم، تواجهينهم، تبلغين عليهم، ما أعرف إيش خياراتك. أنا بعلاقة مع شخص ولاحظت إنه متعلق بأمه، حاولت أناقش معه الموضوع برضو لاحظت إنه متعلق فيني، كيف أساعده؟ هو في الغالب يعني خصوصاً إذا هي علاقة جديدة في الغالب هو متعلق بطاقة الأنوثة. يعني تقريباً أي امرأة عندها طاقة أنوثة أكثر منها تدخل راح يعلق فيها. يعني أنت بس تبغين عشان العلاقة تتزن يبدو الموضوع كبير، وفي الغالب راح يصير لصدمة لو انسحبتي. أتمنى أنك بس تكوني واضحة، هذا هو المهم بالنسبة لك حالياً، أنك تكوني واضحة هل هذه العلاقة جادة ولا مش جادة، وين أنتم رايحين، وش أفكارك، حطيها على الطاولة. مو بكرة تقولي والله أنا سحبت وكذا وجاني عريس وهو ينصدم، وبعدين الطاقة هذه ترتد عليك، وبعدين تقولين وش هالبلشة اللي بلشت فيها، وبعدين يطلع لك واحد يبتزك ولا يهددك ولا تقولي ليش أنا تورطت في هالقصة. فأهم شيء إنك أنت تكونين واضحة جدا. ريم تقول من بعد ما قطعني لمدة 7 شهور فجأة قال لي بسبب تطور مرضه شعر بالعجز وما تشافى للأم، وأنا عالقة بسبب اللي صار، وهل أقدر أساعده؟ يعني قصدك إنه هو بعد ما انقطع أو بعد ما قطع فيك، خلنا نقول سوى لك بلوك مثلاً، وبعد 7 شهور جاء مرض، أو هو قطعك بسبب المرض وأنتي عرفتي الآن وشعر بالعجز وما تشافى الآن وأنا عالقة بسبب اللي صار، هل أقدر أساعده؟ إذا هو يصلح بالمساعدة وإذا عنده طاقة التشافي. هل الآن أنتي تسألين إنه أنتي سبب في هذه الصدمة أو لك علاقة بهذه الصدمة؟ الحين هو اللي قطع مو أنتي، صح ولا لا؟ طب إذا هو اللي قطع هو المسؤول عن هذا الشيء. أنت تقدرين تساعدين في هذه المرحلة إذا عندك طاقة التشافي بس، هذه هي. فإذا عندك قدم، إذا ما عندك يمكن ما يكون لك دور في هذه القصة. أنت عالقة بسبب اللي صار، بسبب العلاقة العاطفية أو الانقطاع أو الاتصال، ولا بسبب المرض. إذا كان بسبب المرض فعندك اختبار، عندك اختبار مرتبط بموضوع المرض وش المرض، ليش صار المرض، اعرفي كل هالتفاصيل، ليش صار، بعد ايش صار. واذا كان بسبب العلاقة ف اذا كنتي انتي ترين انه انتي انقطعتي واثرتي عليه، فانتي محتاجة انك انتي تضبطين هذا الموضوع. ما هو النور الذي بعد الصدمة، كيف اعرفه؟ لن تسألين عنه. يعني اوكي، واحدة، خلنا نقول واحدة تروح تسأل عراف او عرافة، تقول لها وش شكل زوجي المستقبلي، وش شكله، ومن اي جنسية، وين يشتغل، ومتى بقابله، اوكي عرفتي؟ يعني كذا تحط توقعات، شلون وش توقع شكل زوجي وما اعرف ايش. طيب الان هي متزوجة، هل تسأل هذا السؤال؟ هل تقول يا جماعة وش شكل زوجي؟ لا، السؤال غير موجود، لأن الحقيقة الكاملة الموجودة إنه موجود قدامها. فلما يصير شيء أنت ما تسأل عنه، يصير في غاية الوضوح، ما أحتاج إنك تسأل عنه. نجلة حبيبتي تقول أنا كثير جرحت زوجي كثير، وسببت له صدمات عاطفية وقلة ثقة وخوف بسبب غضبي، وأنا تعرضت لتحرش في طفولتي، كيف أقدر أساعده؟ حبيبتي أول شيء أبغى أقول لك برافو إنه أنتي وقفتي قدام المراية واعترفتي إنه أنتي غلطانة. تعرفين إنه مليارات من الأشخاص ما يصلون للوعي اللي أنتي وصلتي له، ولا يصلون للإدراك اللي أنتي وصلتي له، ولا يصلون إلى أنهم يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.
ذلك يعيشون في عذاب وهم موجودين وبعد ما يخلصون القصة. فأنا أقول لك برافو برافو على هالدرجة من الوعي، قلتي لنفسك ما دمتي ما زلتي في هذا الزواج وما زال عندك فرصة، أنا قلتي أنا غلطت أنا حسست بالخوف، حسست بانعدام الثقة، أنا غاضبة. برافو برافو والله أنتي بطلة، أنتي بطلة. تعرفين كم امرأة ممكن تدمر زوجها ولا تستطيع أنها تعترف؟ راح تلقاها من يوسف تقول إيه لأنه هو بس هو قال. وأيضا هناك رجال يدمرون زوجاتهم ويحطون 100 سبب ما يقدر يواجه المرأة يقول أنا أخطأت في حقها، أنا فعلا أخطأت، أنا خوفتها، أنا حسستها بقلة الثقة، أنا أهنتها، أنا صغرت منها، أنا حسستها أنها هي ما تسوى. ما يجرون، ما يجرون مليارات حول العالم ما يجرون يقولون الكلام اللي أنت قلتيه. ذلك برافو برافو صراحة على هالنور اللي أنت وصلتي له. أبغى أقول لك شيء، عندك قضية التحرش طبعا أنت لازم تساعدين نفسك فيها. أنا ما أعرف مين اللي تحرش فيك، ما قلتي. على ما يبدو أنها طاقة ذكورة اللي سوت القصة هذه، فأنت عشان تأدبين الشخص الذكر اللي في الطفولة زمان، فبشكل لاواعي الطفلة اللي جواتك قامت تحط الغضب، لأنه أنت لما وصلت الغضب خلاص صارت المواجهة، فقمتي حطيتي الغضب على زوجك هذا. وطبعا كون انه هو تحمل وتقبل، قد يكون يحبك، قد يكون ضعيف، قد يكون يفكر بتبعات، وقد يكون مثل اي رجل، يعني اذا هو عالق هو عالق، يعني ما يحاول يفكر في قصة التغيير، هو استك خاص يبقى في القصة اللي هو فيها، ما يفكر يطلع منها. لكن قد يشكر على انه يعني قدر يتحمل كل هالمرحلة، قد ما ادري. الشيء اللي انت مسؤولة فيه عن نفسك انك انت تضبطين موضوع التحرش اللي انت مريت فيه، تنظفين هذه القصة. ما المفروض انها تروح ابعد من كذا؟ بعد هذا النور اللي انت وصلتي له وهذا الاعتراف، ما المفروض انك تحملين هذا التحرش معاك اكثر من كذا؟ خلاص خلاص، هذا الصندوق لازم يخلص. وعلى فكره هو ما هو بعيد انه يخلص، يعني خليني اقول لك مقارنه بالقصه اللي قبل شوي، البنت اللي مكسوره اللي ما تقدر تحط عيونها بعين ابوها، لسه هي يعني في موضوع العار، انت في الغضب، انت في مرحله كثير متقدمه من انك انت تربين القصه، انت الان كانك تنتقمين لهذه الطفله، لكن ما تنظف الموضوع لانك ما زلت تبغين تنتقمين. فخلينا نقول انه الشغل اللي تشتغلينه برضه مو كثير، يعني في اشياء اقل مما تتصورين يبغى لها تنظيف، وخلاص ترمين الموضوع. اعتقد الشيء الجيد اللي انت تقدرين تقدمينه لزوجك انك انت تقدمين علاقة جيدة، وكونك تساعدين نفسك هذا يعني خير علاقة جيدة تقدمينها، كونك انك انت تكونين طرف يعني تتحررين من هذا الغضب ومن هذه القصة، راح تنتقل علاقتك لمرحلة كثير ممتازة. الشيء الثاني، انا ادعوك الى انك انت تعتذرين عن الأخطاء اللي أنت سويتيها. ما أشعر أن هذا الرجل ممكن أنت تخافي منه أو تحسين أنه هو بيستغل اعتذارك أو شيء، لكن متى أيضاً ما شعرتي، ما أبغى تعتذرين بعدين ترجعين للغضب وكذا، لا، أبغاك تعتذرين في اللحظة اللي تحسين أنك أنت شجاعة فيها وهي قريبة من بعيدة، في اللحظة اللي تحسين أنك أنت خلصتي قصة التحرش. إن ما عادت قصة التحرش هي اللي تسوي لك ريموت كنترول حياتك، لا ما عادت، أنت خلاص أنت بطلة وخلصتيها وحطتيها على الطاولة وواجهتيها ونفضتيها وانتهت القصة وبكيتي عليها وغضبتي عليها وخلصتي الموضوع. فوقتها لما تكونين بهذه الشجاعة وتكونين جاهزة، يعني خلنا نقول التقفيلة الأخيرة لهذا الملف، إنك تعتذرين تقولين أنا يعني كنت غاضبة،
عندي مشاكل، عندي قصص، ويعني الله اعتذر عن كل المرحلة الماضية. اعتقد انه اذا كان هو شخص جيد هذا كافي، وهذا ممتاز، وانت اعتذرتي وقدمتي علاقة جيدة هذا جدا ممتاز. انمار حبيبتي تقول جذبت شخص منصدم عاطفيا من وفاة ابو ومنكسر، هل انا طاقة تشافي وفي دور لازم اقوم فيه؟ ممكن ممكن لا، حسب مدى تفاعلك مع الحدث ومدى تأثرك بالحدث. وبرضه أبغاك تراجعين تاريخك، تراجعين تاريخك، إذا التاريخ اللي أنت مريتي فيه هو صارت فيه مثل هذه الأحداث، إنه مرة قابلتي واحدة مكسورة قاعدة تصيح تحكي لك قصتك، عندك صديقاتك دائما يلجؤون لك في أشياء، لما مثلاً واحدة من صديقاتك صار لها حادث في المستشفى ما أعرف كيف دارت الدنيا واضطريت تروحين أنت وتنامين معاها وتساعدينها وكذا، أقول لك أوه واو، في أدلة تدل على أنه أنت طاقتك طاقة تشافي، وأنه جزء كبير من الأشخاص اللي حولك يتشافون من خلال هذه الطاقة. فأبغاك تراجعين هذه الأحداث وتشوفين مدى تواجدها وتسلسلها، ومدى أيضاً مرات في قصة كذا تجذبك، تفت انتباهك، يعني كذا تسوي لك لما تسوي لك واو ليش هالشي صار. يعني هذا الرجل أيضا عنده قصص ثانية، هل القصص الثانية جذبتك أو لا؟ ممكن هذا الرجل أيضا في يوم من الأيام تعرف على واحدة لفت انتباهها شيء ما لفت انتباهك، هذا هو المهم أنك أنت تعرفين هل هذه القصة لفت انتباهي، هل هي ضغطت عندي زر ولا لا. ليش ما تسوين دورات للرجال؟ والله نحتاج. شوف هو فيه كثير من الدورات اللي موجودة هي يعني للجنسين، مثل أبنوس، مثل نظام الصدمة، هي للجنسين، وأنا أبذل جهدي دائما أني أنا أعطي أمثلة للرجال وأعطي أمثلة للنساء، وكل كورساتنا هذا الشهر هي تناسب الرجل والمرأة، السول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التنفس، نظام الصدمة، أبانوس للتحرر من الصدمات، كلها، وكل أيضا التنظيفات الصغيرة، التأنيب، وش عندنا، الغضب، الحزن، الخوف، كلها، الثقة بالنفس اللي تناقش العار، كلها تناسب الرجل والمرأة. أنا تأثرت من موجة الغضب على الرجال وكرهتني بعلاقاتي، كل مكان يسبونهم شيء مقرف. قصدك أخذتي موقف من السيدات اللي يسبون الرجال، ولا أخذتي موقف من الرجال اللي تأثرتي بالسيدات اللي يسبون الرجال؟ إذا في سيدة تسب الرجل طوال الوقت فهي تعرضت لألم من الرجل، وبالتالي خطابها مش متزن بناء تجربتها. يعني تتصورين امرأة تعرضت لتحرش أو اغتصاب، وش توقعين تقول عن الرجل؟ من أبوها ولا أخوها ولا أبو الجيران ولا ولد عمها، وش توقعين تقول عن الرجل؟ أكيد بتجلد فيه ليل نهار في تويتر، بتجلد وبتهين، تقول لك هذول اللي فيهم واللي ما فيهم والخربانين والوسخين وال يعني من ناحية تقدرين تقولين إنها هي يعني مو متزنة، لكن من ناحية هي تقول الصدق بناء على تجربتها، بناء على قصتها، بناء على الفلتر اللي هي وصلت له في الحياة. أما كونك إنه أنت تتأثرين من شخص متطرف، فهنا يحط سؤال صراحة، يحط سؤال. يعني مثلا لما يجيني شخص مثلا يكون متطرف ضد الرجال، أو شخص متطرف رجل متطرف ضد السيدات، أو شخص متطرف ضد علم معين أو ضد دين معين، أو أي ليش أنا انسجمت بعد معاه أو ضده؟ يعني ليش أنت انسجمتي مع السيدات اللي يهاجمون الرجال، أو ليش أيضا سجمتي مع الرجال اللي يهاجمون السيدات؟ يعني وش أيضا التجربة اللي عندك اللي أيدت هذا الفلتر؟ وش هاي التجربة اللي عندك اللي خلطك تقولين لهم يس الرجال كل ردي كلهم تعمل كلهم في يوم وفي كلهم غير؟ وش هالتجربة؟ وش الفلتر اللي جواتك؟ أو العكس، أنت كرجل وش هالفلتر اللي خلاك لهالدرجة مؤيد لأي شخص يعني ينفلت على المرأة؟ وش اللي خلاك؟
التجارب اللي انت مريت فيها تخليك متطرف او منسجم مع التطرف؟ منسجم مع التطرف. انا ما اعتقد انه بسهوله انه شخص متطرف ياثر عليك بدون ما يكون عندك الفلتر. ما اعتقد، ما اظن، يعني ما اظن بسهوله انه موجه غضب ضد الرجال ممكن تاخذ امراه متزنه عندها قصه متزنه تجاه الرجال. ما اعتقد، مو بسهوله احد يجرها، يعني هل والعكس. ما اعتقد ان رجل متزن عنده قصه متزنه مع النساء، علاقته مع امه ممتازه محترمه، علاقته مع اخواته جيده، مر بقصه مع المراه كثير كثير جيده. ما اعتقد انه بسهوله ممكن ينجر لرجل يتكلم عن ان المراه عار وشنار، مو سهل. لكن مرات لما احنا يكون في يعني زر عندنا كذا فينضغط من هذا التاثير والموجات المتطرفه. عموما ترى في كل القصص راح تلقى هالشيء. يعني مو سهل، يعني حتى تشوفون مثلا في القصص في قصص الجماعات الارهابيه يقدرون يقنعونك لاحد، ما يقدرون يقدرون لما يكون الشخص عنده فلاتر تؤهل لهذا التطرف. مو شخص الشخص المتزن ما تقدر تسحب التطرف، ما تقدر تجره، ما عنده دائما يقول لا وين، لا ليش تبالغون، لا ليش تروحون هالطرف، لا انتم ليش قافزين هالقفزه المبالغ فيها. فالشخص اللي في النص ينتبه، ما حد يقدر يجره يعني لطرف. لذلك ممكن يكون عندك فلتر، ممكن يكون عندك زر كذا يعني يلامس شيء عندك فيخليك انت تنسجمين مع موجة الغضب. هالحين انت علاقتك تعبانة مع الرجال ولا علاقتك تعبانة مع السيدات اللي ضد الرجال؟ هاي ان كانت ما المفروض انها تكون موجودة. فاشتغلي على هالشيء اللي جواتك اللي يخليك تنسجمين مع التطرف، اشتغلي عليه. وما المفروض انك تزعلين بعد. هذه بعد نقطة مهمة. ما المفروض اني ازعل لما اجد امرأة متطرفة صراحة؟ ما المفروض؟ هي تجربتها مؤلمة. ما المفروض اني اقول ايش دعوة انت ليش تتطرفين كذا؟ لا هي تتطرف من الألم اللي شافته، من الفضايع اللي شافتها، من القصة المبكية اللي شافتها، من الأذى. ما المفروض اني اقول يعني هي ليش كذا متطرفة؟ لأن قصتها وصلتها لهذه النتيجة. هذه هي النتيجة الطبيعية لامرأة أذت من رجل. ليه هي روبوت؟ لا، هي إنسان عندها مشاعر وتأذت من رجل، فبالتالي هذه النتيجة الطبيعية لما تتأذى من رجل. فما المفروض إني بعد أنا أزعل عليها أو أقول لها لا أنت غلطانة؟ أنت هي تحتاج إنها تأخذ دورتها، تحتاج إنها تنظف، تحتاج إنها ترتب لما تصل لحالة الالتزام. ما المفروض إني أنا أتهمها في شعورها أو أتهمها في قصتها أو أتهمها في ألمها أو أتهمها في النظارة اللي هي لابستها؟ هي بتاخذ تجربتها، بتعيش القصة، قد تدرك وتنتبه أنها تحتاج تنظيف، تنظف، تعدل، بعدين تتزن. طيب نختم بسؤال حبيبتي نازك تقول: إذا كانت صدمات الرجل ثقيلة ويخاف التغيير، فلماذا في الغالب هو الذي يخرج من علاقاته أو يختفي؟ الحقيقة أن الرجل في الغالب هو يحافظ على العلاقة اللي هو قرر أنه هو يحافظ عليها، وأنه هو يختفي في العلاقة اللي هو قرر أنه يختفي منها. هذه الحقيقة. يعني تقدرين تشوفين كثير من الرجال يخون ويروح ويسافر ويوقع ويطير، بس يظل يحافظ على المرأة اللي تزوجها مع كل المصايب والخراب اللي هو مسويه. ما يقول لا والله باي باي أنا لقيت واحدة في الشارع، لا يستمر يحافظ على الخيار اللي هو اختاره. هو اختار انه هو خلاص هو سيعلق مع هذه المرأة، حتى لو كانت معجبته، حتى لو كانت معجبته اوكي يروح يلعب شوي كذا يشوف الموضوع. لكن لما هو يروح يلعب مع هذه، هو اصلا عنده في السيستم هو قاعد يعني عنده ساعتين يقضيها مع هذه المرأة ويمشي. هو اصلا ما قرر من هذه العلاقة،
هو أصلاً ما هو أصلاً يعني ما حط الموضوع في البرنامج، ما حط الموضوع إنه هذه علاقة ثابتة وكذا، لا عشان كذا يختفي، عشان كذا يترك العلاقة. لذلك لما الرجل يقرر إن هذه العلاقة راح يستمر، راح يستمر يعني لآخر لحظة أكثر من المرأة يحاول إن هذه العلاقة تستمر، إنها تبقى علاقة، لأن في النظام عنده هي علاقة وراح يعلق هذه الفكرة. أما إذا كانت أصلاً ما دخلت ضمن النظام لن تدخل، لن تدخل. اللي تحاول تلفلف على الرجال وتغيره وتغريه وكذا وما أعرف إيش، ما راح يدخل هالالتزام إنه هو يعني يعلق معاها في علاقة. هذا هو الفرق. طيب يا جماعة لا تنسون، واليوم نأكد بعد على الرجال، بليز أرجوك حط النية معنا، حط نية تنظيف الصدمات معنا. ما تدري شو يصير، يمكن تجي لك الأداة لحد عندك. خسارة إنه إحنا نفوت هذا الشهر وإحنا مجموعة ممكن نوصل لمستوى آخر أجود في الحياة، مستوى حياة طيبة. فرصة، حط النية معنا وحط خلفية الجوال عشان تتذكر النية، وشوف الفيلم بليز. اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم، واللي ما خلص يعجل شوية يحاول يخلص، واكتبوا كذا ملاحظاتكم. وعندنا نظام الصدمة، أبانوس، الوعي الطفولي، السول ديتوكس، التنفس، الموسيقى التحولية، موجودة كلها على سوميا36.net. شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا لك.